قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وأخرج الطبراني في الكبير، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، وللمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مقصود بها ضعيف الإيمان الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه، فإذا أصابته فتنة فإنه ينحرف عن الإيمان ويرتد عن الإيمان، لأنه ليس عنده إيمان راسخ. نعم. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله.